خلينا نسولف وياك، شلون امورك؟ الحمد لله. من وين انت؟ انا من بغداد. وين من بغداد؟ انا اصلا من البصره بس هسه حاليا عايشه ببغداد. انت من البصره، عرفتي الحر وجيتي لبغداد؟ نفس الشيء. نفس الشيء كلها والله، كلها نفس الشيء. فاتش جيت انك شعبت تنبي تشتغلين؟ والله صار تقريبا 8 اشهر. تشتغلين بشارع المتنبي؟ اي نعم. شنو بس عطور لو شنو؟ لا بس عطور، لان هي اساسا انا شغلتي مندوبه عطور. مندوبه عطور؟ كنت اي مندوبه عطور، هذا مشروعي اني الحمد لله. مشروعك انت؟ زين، شنو المشاكل اللي تعانون من عندها هنا؟ والله هنا يعني ماكو هواي مشاكل، بس يعني اكو قال وقيل وتعال مكاني وتعال هالسوالف ومشاكل هواي. شنو هي القال وقيل بحيث انتم متأذين من عندها؟ يعني احنا اخر شيء سمعنا يقول لك اهل الدولمه، اهل قام يسموه شارع الدولمه وشارع الاكل. اي اكو هواي قام يتجاوزون على رزق العالم، قام يتجاوزون على رزق العالم. مثلا كان قبل كان قبل ولدي هنا خطيه يفتح دولمه هماتين بصفي. زين. هماتين اهل الدولمه، اهل الدولمه انقطع رزقه للولد. الله اكبر. والله. يعني هو وحده جوي قال له اطلع منه له، هو وحده لا هم ظلوا يسمعون بي حكي اهل الدولمه هذا شارع متنبي وشارع الاكل ومن هالسوالف. صارت بعد وطلع الولد. زين السؤال، انتم هم انتم اثرين على حد؟ لا والله بالعكس. زين انتم قاعد تعيشون، لو اكو فرصه عمل لكم كان اشتغلتوا هذا الشغل؟ لا والله، لا والله ماكو. يعني اكيد قاعده ايجار طبعا. ايجار بنوتات اثنين وايجار الحمد لله. شلون الشغل شلون البيع؟ والله ها يومك ويوم ماكو. على قلت السورة هاتي دك الحقني. يوم اكو يوم ماكو يوم ما حد مضايقك هنا؟ لا الحمد لله شوي احسن. يعني قبل كانوا الزباين من يجون يشترون والله هاي بنيه وهالسوالف يسمعون حكي، بس الحمد لله هسه لا. ان شاء الله انت بلف رجال. الحمد لله والله يحفظك. وهنا دور لك دور الشرطه المجتمعيه هنا ما مقصرين. ما مقصر لا والله ما مقصرين، لا هم لا البلديه ابد ما مقصرين بشي. يعني يجيبون حق البشر، يعني حتى لو بس ننخاهم بس نقول لهم هذا الشيء صار ويانا يركضون ويانا، حتى اخوتنا ما يركضون ويانا مثلهم. الله يحفظك فدوى روحك ورزقك، وان شاء الله مشروعك ان شاء الله اقوى من هذا ان شاء الله. فدوى روحك حياك الله. اهلا وسهلا. الله يبارك فدوى القلب. الله يبارك فيك. طبعا بعدنا مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم بهذا الشارع، شارع المتنبي. وشوف السلام عليكم. سلام. شلون الصحه؟ الحمد لله. شلون الاخبار؟ الحمد لله. شلون الامور؟ الحمد لله الله يخليك. بغداد. مين من بغداد؟ حارثيه. من الحارثيه. ايش تشتغل؟ موظف. موظفين على وزاره النفط. النفط. النفط اللي احنا نقول عندنا نفط بس ماكو، ما نشوفه. لا موجود الحمد لله والشكر. موجود النفط؟ اي موجود. وين؟ كل مكان. وين بكل مكان؟ يعني وين ما تريد ببالك اكو نفط. بس مو انه. ليش؟ لا انه لا ليش؟ هذا مو انه كان عمي متنا جوا احنا. انه. علينا دام بالنفط، لازم يحشينا على النفط. شلون شارع متنبي؟ والله حلو يخبر. والله عاشتينهم على اللي سووه هسه، واتمنى انهم بعد يستمرون اكثر بعد. انه يمدون الاضويه لحد نهايه الشارع، المناطق اللي نتمنى شارع الرشيد كله. كل اي شارع الرشيد كله والله اتمنى يعني. لان من جيت من هناك كله اظلم كان. من ناكي من رصافي صحت الرصافي. ان شاء الله اقدم لك هذا الصغير. الله يحفظه. الله يخليه. الله يحفظه. يلا ها قول له شلونك عمو؟ شلونك شلونك؟ ليه تبكي؟ ليه تبكي؟ طبعا راح يسكت. حياكم الله. حياكم الله. طبعا مشاهدينا الكرام بعد مستمرين وياكم، وهذا هو شارع متنبي، وهنا العوائل العراقيه اللي قاعد تجي الى الشارع و تتجول وتشوف. لكن اكو ملاحظه هسه سمعناها من الاخ يقول لك شارع متنبي نشوفه كله منور، لكن نتمنى انه شارع الرشيد كله تكون به اناره ويعمر كله، وساحه الرصافي اللي موجوده يريد اناره لان اظلم. ساحه الرصافي ظلمه وشارع الرشيد اظلم، فتقوى به الاناره ويكون به ترميم حتى هذا الشارع ينور. يعني شارع الرشيد من أجمل الشوارع اللي موجودة.